تلفت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS انتباه أرباب العمل والأشخاص الذين يشملهم الضمان الاجتماعي عن إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 51 لعام 2019 للتشريعية الثامنة الذي بدأ سريانه في الرابع من يوليو 2019. يتعلق هذا القانون بشكل واضح بإجازة الأمومة المسجلة ابتداء من الرابع من يوليو 2019 وليس المواليد. ووفقا لأحكام هذا القانون الجديد، يحق للمرأة الحامل الحصول على إجازة لمدة 26 أسبوع بدل من 14 أسبوع سابقا. ولتوضيح شروط الدفع، فإن هذه الإجازة التي تبدأ قبل 7 أسابيع من التاريخ المحدد للولادة تنتهي بعد 19 أسبوع من تاريخ الولادة. يتم الدفع بموجبه كالتالي: في الأسابيع 14 الأولى يكون سداد هذا التعويض سري المفعول، بحيث يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النصف والنصف الآخر على حساب أرباب العمل. أما بالنسبة لثاني 12 أسبوع المتبقية بعد الولادة، فإن عملية دفع الراتب بالكامل الراتب الصافي سيتم دفعه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما بالنسبة لحالة المولود الميت أو المولود الميت بإجهاض، فإن أجازة الأمومة تستغرق 6 أسابيع ابتداء من تاريخ الولادة. إن تمديد الأمومة من أجل الرضاعة الطبيعية يسجل في إطار السياسة التي ينتهجها رئيس الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال التأمين الصحي الشامل وتعزيز حقوق المرأة الجيبوتية في إطار رفع مكانتها في المجتمع. هذا الإجراء يتماشى مع الممارسات الدولية، وتصنف جيبوتي من ضمن البلدان المرجعية في مجال حقوق الجندرة.